عندنا كثير مواضيع، بس في حاجة شفتها اليوم والحقيقة كانت يعني على براءتها ولطافتها، لكن فيها صدق وفيها معنى. عادي جدا انك تحب اي لاعب في الدوري، كثير يعني عادي، خصوصا الاطفال، لكن القناعة عندك بهاللاعب تصل الى مرحلة التهديد فيه، تخوف فيه، فمعناته انت عارف ان اللاعب ذا يقول يفعل ويطول، يعني مو باي واحد. انا شفت المقطع، يقال انه القصة انه طفل قايل لاصحابه انه انا صديقي عمر السومة، ظهر قالوا انت كذاب ما تعرف عمر، راح ابو الشباب وصور معه. انا مش واقف عند ان الولد صور معاه وان عمر السومة اثبت انه صديق، انا عند الثقة اللي عند الولد يقول ترى والله خليه يسجل 4. انت فاهم علي؟ ترى والله خليه يسجل 4، يعني واثق تماما ان هذا اللي قاعد على يمينه يسويها، وبيني وبينكم عمر يسويها. يعني هذه الثقة اللي قدر لاعب مثل عمر السومة يوصلها في عقول الناس حتى الأطفال، ترى يا جماعة الخير هي ما هي في يوم وليلة، لازم يفهم اللاعب اللي يشوف الحلقة ولا يشوف هالمقطع، ترى ما هي في يوم وليلة ولا هي بالفلوس. ما راح عمر السومة دفع فلوس على الناس وقال لهم حبوني ولا قال لهم بالغصب حبوني، لا رجال يشتغل في الملعب، وما شاء الله تبارك الله نقولها 100 مرة والحين وبعدين ما شاء الله تبارك الله. بصراحة أعيد الكلام اللي قلته من كم يوم، أنا ما شفت رأس حربة أجنبي بغزارة السومة. مش أجنبي هو، يعني رأس حربة محترف من ضمن المحترفين 4 يعني، بغزارة أهداف السومة بصراحة. وبعدين في حاجة مهمة لازم يعرفونها لعيبتنا يا جماعة الخير، يا أخي مو موسم واحد أنت كويس، السومة كل موسم كل مباراة، يعني المباراة اللي ما يسجل فيها السومة سالفة، تحس إن في شيء صاير بدك تمسك تسأل فيك شيء. بصراحة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا هالمقطع لهالولد وأنتوا حتفهموا هذا اللاعب وش وصل للناس، وش وصل للناس. سالفة صاحب، صح؟ مرة صاحب شاهي؟ مرة ما تقول كذاب، أقسم بالله مش هاد، أقسم بالله مش هاد، تعال أقسم بالله كان مسجل 4 أهداف، أقسم يا ويلك تعال. يا ويلك يا ويلك بصراحة. أبو حمد، أنت وش تفسيرك لظاهرة السومة اليوم في المدرجات؟ يعني خلي الأهلاويين حبهم للسومة مفهوم، لكن جماهير الأندية الثانية ليش يعني يرون في السومة نموذج؟ أشوف يعني أنا أتصوري أن اللي قاعد يسوي السومة الآن، في عندنا بعض اللاعبين رسموا هل يعني هل حالة الحب أو العلاقة اللي تصير بين المشجع وبين اللاعب في ارض الميدان، لاعبين على مستوى يعني على مستوى كبير يعني في الدوري السعودي. نتذكر احنا مثلا كمثال يعني سامي الجابر مع الهلال، في علاقه ود وتحدي ويعني اعجاب بين المشجع وبين هذا اللاعب. تشوف ماجد عبد الله مع نادي النصر، يشوف ناصر الشمراني من خلال تنقلاته سواء كان مع فريق الوحده، ايضا مع فريق الشباب، وايضا مع فريق الهلال. ناصر الشمراني تحديدا يمكن اعتقد انا من خلال ارقام ممكن هو ثاني لاعب سعودي يسجل اكبر عدد ممكن من الاهداف في الدوري، ولا يتغير يعني من خلال انتقاله من فريق الى فريق، وبالتالي يسجل اكبر قدر ممكن من الاهداف. انا اتصور ان السومة هو يمكن من اكثر او ثاني اكثر لاعب سعودي يسجل، او ثاني اكثر لاعب في الدوري السعودي يسجل اهداف قياسا بعدد المباريات. هذا ترى على فكره دقيقه جدا، صحيح. يعني اذا انت بتتحدث عن لاعب مثلا لعب 63 او 64 مباراه، شوف كم عدد الاهداف اللي سجلها، هذا هو الرقم اللي تراهن عليه. لذلك انت تشوفهم في ارتباط كبير بين المشجع الاهلاوي وبين السومه. مش انا وجهه نظري هي القصه مش قصه مشجع اهلاوي قدر ما انها مشجعين بشكل عام. يعني احنا مثلا كاعلام
يعجبنا هذا اللاعب. انا بالنسبه لي السومة يعجبني، وهو حتى يشوت في الفاول وتركب على العارضه مثلا، شوف على العارضه مش في الهدف، تشعر كان هدف. فمثل هالنجوميه اللي يتميز بها السومة يعني هي المطلب بالنسبه للمشجعين او للجماهير السعوديه بشكل عام. ايضا ترى في حاجه مهمه جدا، انضباط تكتيكي، انضباط ادائي، يعني في الحضور التدريبات، النظام اللي يسمونه النظام والاحتراف، وايضا الاحترام. وهذا الصفات هذه اذا تجمعت في مجموعه لاعبين، في مجموعه يعني هذه الصفات الاربعه اللي انا تكلمت عنها تجمعت في لاعب يعني هداف وانضباط واحتراف واخلاق، اعتقد انك انت قاعد وصلت للهدف اللي انت تبغاه. الصراحه بعد في شغله مهمه ابو محمد، اللاعب هذا والله عظيم، يعني خلينا نتكلم كذا بالعاميه، يعني قاعد يداري لقمه عيشه، فاهم علي؟ يعني هو عارف كعبد الله، يعني تكلمنا في الموضوع كثير، لاعب محترف عارف ان هي سنوات معينه،